كما أكدت عائلة عبد العزيز عبد الله الموسى وقوفها خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى ضد تدخلات النظام القطري الدائمة والمستمرة في شؤون مملكة البحرين واستهداف أمنها وسلامتها والعمل الدائم للنيل من الترابط الوطني والنسيج الاجتماعي، داعين الله تعالى أن يحفظ مملكة البحرين من الدسائس والمؤامرات.